أكثر ما يستهوي الصائمين في رمضان هو هذا السوق الشعبي أو ما يسمى بسوق الشنيني في قلب مدينة تعز، حيث العادات والتقاليد التي يمارسها الناس هنا في هذا الشهر بالذات لم تغيب حتى في ظل الحرب والحصار، إذ بات ارتياد هذه الأماكن جزء من طقس سنوي مرتبط بتوفير بضائع ومتعلقات بهذا الشهر. السوق الشعبي بالشنيني هذا يقع بازدحامات في رمضان هذا، ويقع في بيع الشراء، ويقع كل سنة، ويقع ازدحامات، ويقع طلبة الله، ويقع كل حاجة. البين احنا مهما كان نحن في الحصار هذه معاصرين من كل الجهات، والحمد لله من فضل الله عايشين. يغلب الطابع القديم هنا في المدينة القديمة على مشاهد المكان، فالباحة يأتون من المناطق والقرى القريبة. المناطق وإن كانت المشقة جزءا من رحلتهم اليومية، الأهم بالنسبة لهم هو تسويق وبيع محاصيلهم ومنتجاتهم من الخضروات والفواكه، وأيضا المأكولات المرتبطة بهذا الشهر أو باتت طقسا أساسيا منه. يأتوا الباعة المتجولين من جميع أرياف مدينة محافظة تعز، وينزلون إلى هذا السوق ليبيعوا بضائعهم ومنتجاتهم. تمتاز هذه الأسواق ببساطتها ورخص الأسعار فيها، ولهذا تراها مزدحمة وتشهد توافد الزائرون إليها من شتى أحياء وضواحي المدينة، متجاهلين حتى كل الظروف الغامضة التي تتهدد حياتهم، أبرزها حالة قصف الميليشيا المستمر، فمحاولة تطبيع الحياة صار قدرا لا مفر منه بالنسبة لهم ولو شهرا في السنة. لم تحول الحرب بين متطلبات الحياة اليومية ورغبات هؤلاء المتسوقون والباعة، فهذه المدينة على الرغم من ظروفها القاهرة إلا أنها تحاول ترسيخ مبدأ تمضي الحياة إلى شؤونها ولو من وسط الدمار والخراب المحيط، حتى ولو لمجرد شهر واحد فقط. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.